مرحبا. أجواء صيفية معتدلة عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع حرارة معتدلة بكافة المناطق خصوصاً خلال الليل على المرتفعات، مع انخفاض بنسبة الرطوبة وتكون ضباب كثيف على الجبال عم بيؤدي إلى سوء رؤية. البحر متوسط الموج حرارة 130 درجة، واليوم طقسنا غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات مع سوء رؤية بفترة المساء والليل. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 28، على المرتفعات 24، بالبقاع 13 والأرز 12. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية: 30 ببير آيل، طرابلس 31 درجة، الأرز 21 وأرطبة 23 درجة، ننتقل إلى فقرة 21 وبيروت 31 درجة، بيت الدين 25، صيدا 31، نبطية 28 وصور 32 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 50 و80%، حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون جنوبية غربية إذن، أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ 28 و31 لليوم سبت وأحد، 29 أدناها أقصاها 32. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية: عمان 30، دمشق 34، القدس 27 ودوحة 43، طرابلس 34، تونس 38 والجزائر 25 مع هطول للأمطار، روما 26 أمطار، برلين 16 وأمطار، باريس 18 وكمان في هطول للأمطار. وهيدا كان كل شيء. باي.